على ساحل المحيط الأطلسي بنيت مدينة الصويرة المغربية، وعلى مدى قرون عدة كانت مرفأ تجاريا وملتقا بشريا اجتمع فيه الأمازيغ والعرب والبرتغاليون، وفيه تعايش المسلمون واليهود. بين أزقة الصويرة رأت عين أندري أزولاي النور لأول مرة، ومن بين أسوارها التي تؤرخ لذكريات اليهود انطلق حتى أصبح مستشارا لدى القصر الملكي المغربي. معظم أبناء دينه رحلوا عن المغرب لأصقاع مختلفة، لكنه يقول إن المغرب لم يفارق وجدانهم أبدا. يوجد حاليا مليون يهودي في العالم يصفون أنفسهم بأنهم مغاربة، ويعتبرون المغرب بلدهم أينما حلوا، سواء في آسيا أو أفريقيا أو الشرق الأوسط أو حتى أوروبا والولايات المتحدة، وهذا شيء رائع. أنا أحبذ لو أنهم بقوا جميعا هنا، لكنهم رحلوا دون أن يقطعوا الصلة ببلدهم الأصلي، لأنهم حملوا المغرب معهم في أفكارهم وسلوكياتهم ولغتهم وفي موسيقاهم وطبخهم وأدبهم، بل وحتى في طقوس العبادة بالكنيس. في مراكش يلتقي جاكي وصديقه رافائيل لترديد التراتيل والأدعية، لكن ثمة قلق من أن جيلهما ربما سيكون الأخير في المغرب، فغالبية يهود مدن الداخل المغربي اشتعلت رؤوسهم شيبة. لا يوجد لدينا شباب يحمل المشعل، فحينما يحصل هؤلاء على شهادة البكالوريا يسافر أغلبهم إلى فرنسا لاستكمال دراستهم الجامعية، لأن نظام التعليم عندنا فرنسي، ومنهم من يقررون الهجرة إلى كندا أو الولايات المتحدة، بل منهم من يذهبون إلى إسرائيل. إذن أعدادنا تتناقص، الشبان يهاجرون، وعموما في فترة الجامعة التي تستمر نحو 6 أعوام يلتقون بزوجاتهم أو أزواجهن، وبذلك فإنهم يبقون حيث يوجدون. هذه هي الحقيقة. اليهود الشيوخ الذين قرروا البقاء في المغرب يؤكدون أن هذا هو بلدهم الذي لا محيد لهم عنه. نحن مغاربة قبل كل شيء، ونحن مهتمون أولا وأخيرا بمستقبل بلدنا، لأننا مواطنون معنيون بالحياة في بلدنا وبمستقبله. هذه هي الحقيقة. بالفعل ثمة مسألة تزعجني قليلا، وهي أن الجيل الجديد للأسف، بل وحتى الجيل الذي سبقه، ليس لديهم فكرة دقيقة عن التاريخ اليهودي المغربي. هذا للأسف أدى لظهور وضع نحتاج فيه إلى من يقوم بخطوة نحونا. قد تكون هذه الخطوة رمزية، أما الخطوات الفعلية فهو ما يقوم به رافائيل باستمرار نحو صديقيه عمر ورشيد وثلة أخرى، حيث طقس مراكش يشجع على التلاقي دون اعتبار لعقيدة كل منهم. وحين سألت رافائيل إن كان يصف نفسه باليهودي أم هو مغربي أولا، استغرب هذا التساؤل من أصله. بالنسبه ليا ما عند سيدي، انا غادي نجاوبكم غير بغيت نجاوبكم على هذا السؤال. انا يهودي مغربي، انا بلادي هذه، وهنا خلقت، وهنا جدادي، وهنا حياتي، وهنا والدي مدفونين، وهنا والد والدي مدفونين. كل شو تسولني هذا السؤال هذا، ما عمري كنت انتظر شي حد يسولني شي نهار هذا السؤال هذا. انا مغربي مغربي، انا خلقت يهودي تزدت يهودي، ولكن يهودي مغربي. كثيراً ما تجد في المغرب مقابر لأسلاف رافائيل قريبة من مقابر المسلمين، فالعشرة بين أتباع الديانتين ليست بالطارئة، بل هي تعود لأكثر من 2500 عام، وقد جاءت موجات نزوح اليهود إلى هذا القطر على دفعات. فيما يخص استيطان اليهود بالمغرب، إذن هناك مرحلة أولى هي مرحلة القرن الخامس قبل الميلاد بعد تحطيم المعبد، ومرحلة ثانية في القرن الأول بعد الميلاد وتحطيم أيضا المعبد، هجرة في اتجاه شمال أفريقيا والمغرب والمغرب الأقصى بشكل خاص. ثم في القرن السادس أو السابع من الميلاد كانت هناك تيارات من المهاجرين، مجموعات من المهاجرين قادمين من شبه الجزيرة الإيبيرية نظرا لاضطهاد الفيزيغو لليهود في شبه الجزيرة الإيبيرية أي إسبانيا.
الموجة اللاحقة هي بالطبع موجة كبرى، هي الموجة ديال 1492، إذن بفعل القرار الذي متخذ من لدني الملوك الكاثوليكيين في إسبانيا بقرار يقضي بطرد اليهود من إسبانيا. إذن يقدر عدد المهاجرين القادمين من إسبانيا إذن في أواخر القرن الخامس عشر بتقريبا 20,000. من ذلك الساحل الإسباني أبحر آلاف من اليهود ابتداء من عام 1492، وعلى هذه الأرض المغربية حطوا الرحال، ثم تواصلت رحلتهم إلى مدن عريقة كفاس ومراكش وتازة ودبدو وصفرو وصويرة وأكادير والرباط وغيرها كثير. وهناك عاشوا إلى أن بدأت الحرب العالمية الثانية، لتبدأ معها آلة الدعاية الصهيونية التي وعدت يهود المغرب بعيش أكثر رغدا في أرض فلسطين، وحذرتهم من مغبة انقلاب مواطنيهم المغاربة عليهم. لكن ليس كل اليهود انساقوا وراء الدعاية الصهيونية. سيون أسيدون معارض يساري يهودي قضى 12 عاما في السجن، وقد كرس جزءا من وقته للدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وهو مؤمن بأن التعايش بين العرب واليهود قابل للتحقق مجددا. لابد المهاجرين الفلسطينيين يرجعوا لبلادهم، لابد أن يكون لهذا الحرب يعني نهاية، وآنذاك يعني الجو يمكن أن يسمح لكثير من الناس يعني في فلسطين وفي غير فلسطين أن يفكروا يعني في الرجوع إلى 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 المغرب. من يعلم؟ على كل أظن أنه أعتبر يعني بالواجب يعني أن أبقى يعني كشهادة حية لهذا الماضي، وكشهادة حية للأمال في المستقبل. يبقى المستقبل في حكم الغيب، لكن المؤكد هو أن معظم اليهود رحلوا عن هذا البلد. لكن إن كانت غالبية يهود المغرب قد فضلت الهجرة في خمسينيات القرن الماضي وستينياته وحتى السبعينيات عبر الجو وعبر البحر، فإنهم ليسوا الوحيدين في العالم العربي الذين اختاروا الهجرة إلى الخارج. أمام هذا البحر وقف المئات من اليهود قبل نحو نصف قرن. بعضهم كان يلقي النظرة الأخيرة على جزيرة جربة الواقعة إلى الجنوب الشرقي من دولة تونس. وتيرة الحياة هنا لم تتغير في جوهرها كثيرا منذ عدة قرون، لكن وأنت تتجول في حارات جربة ستلاحظ أن رؤوس بعض المواطنين تحمل قلنسوات تذكرنا بأن اليهود ما زالوا هنا. فهذه الجزيرة ارتبطت بشكل وثيق بالوجود اليهودي، وكانت ممارسة عدد من المهن شبه مقتصرة عليهم، وما زال هذا الحال ساري المفعول إلى يومنا هذا. اليهود على المستوى الاقتصادي تخصصوا في بعض الحرف، كانوا صاغة ومشهورون في هذا الميدان، والنخبة النيرة في تونس تعرف كل بلد عنده رعاع وعنده الجهلة وعنده النخبة النيرة كانت تعامل اليهود مثل ما تعامل بقية السكان المسلمين، ولم تحدث اضطرابات خطيرة في تونس أبدا إلا بعض الأشياء الطفيفة. هذه الأحداث الطفيفة هي ما جعلت اليهود يقطنون في الأراضي التونسية لقرون وقرون دون انقطاع. ولا يمكن للحديث عن الوجود اليهودي في تونس أن يستقيم إلا بزيارة كنيس الغريبة الذي بني قبل أكثر من 2500 سنة.
ظلت التوراة تتلى هنا قبل ظهور المسيحية والإسلام بزمن طويل، وهي ما زالت كذلك، حيث يعتبر يهود جربة من أقدم المجموعات التي نزحت إلى الشمال الإفريقي، واعتنق ديانتهم عدد من الأمازيغ السكان الأصليين لشمال إفريقيا. اليهود في تونس طائفتان، طائفة الجرانة الذين جاءوا من أوروبا، الجرنة هي ليفورن الإيطالية، وهناك طائفة التوانسة. طائفة التوانسة هي أقدم طائفة يهودية في تونس، ولا نعرف بالضبط متى أتوا. الفكرة الرائجة هو أن اليهود التوانسة أتوا بعد تخريب الإمبراطور تيتوس للمعبد في القدس. تعايش يهود تونس سواء من الأصليين أو الوافدين مع بقية أبناء البلد يتجلى أثره على الموائد، فالمطبخ اليهودي يلقى إقبالا خاصا لدى فئات واسعة من نخبة تونس. داخل مطعمه العائلي ببلدة حلق الوادي الساحلية القريبة من العاصمة التونسية، يقدم جاكوب ووالدته مامي منذ 20 عاما وجبات مميزة لزبائنه. ينحدر جاكوب من أسرة قدمت من أوروبا قبل حوالي 4 قرون، وإضافة لتخصصه في فنون الطبخ فإنه يخلط حياته بممارسة السياسة كمرشح في الانتخابات البلدية وكناشط معني بحماية التراث التونسي عموما. أنا أعتبر المطبخ وفنون الطبخ عناصر ثقافية أساسية، ولقد وضعت نصب عيني هدف تلقين خبرتي للأجيال التونسية الصاعدة من كل المشارب والأعراق والأديان. بالنسبة لي نحن تونسيون قبل كل شيء، ولا وجود لأقليات أو جاليات أو طوائف، لدينا تونسيون فحسب. نحن مواطنون تونسيون، ولا يوجد على بطاقات هويتنا ووثائقنا ما يشير إلى أننا مواطنون من أتباع هذه الديانة أو ذلك العرق أو الأصل. نحن تونسيون وكفى. للتحقق من مدى دقة هذه القناعة بأن التونسيين سواسية، قصدت رجل الأعمال الكبير روجي أبو سميت وسألته إن كان تعرض لأي تمييز. أبداً، ربما أنا واحد من القلائل. دعني أقول لك أن بداية مشواري المهني تخللتها صعوبات جمة، فقد كنت عاملا في ورش بناء. لقد عملت جنبا لجنب عمال تونسيين، ومنذ تلك الفترة وإلى يومنا هذا لم يسبق لأي كان أن لمح إلى أنني يهودي أو شخص سيء أو ما يشبه ذلك إطلاقا. فأنا تونسي معروف وأحظى بالتقدير، ولم يحدث أبدا ما يعكر ذلك الصفو. مساهمة المكون اليهودي داخل العالم العربي لم تكن لتقتصر على الشأن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، بل أيضا كان لهم دور ريادي أحيانا في مجال الثقافة. شهدنا ذلك في بلدان المغرب الكبير، وكذلك في العراق، وخاصة في مصر. القاهرة بما تحمله من رمزية روحية وعمرانية وفكرية، شهدت في محطات تاريخية نهضة فنية لا تخطئها العين والأذن. فمن بين مسارحها وحواريها حلق نجوم في سماوات الشهرة التي طرقت كل آفاق العالم العربي وما هو أبعد منه. لننزل إلى بلدتها القديمة خلف ضجيج المطاعم الشعبية والأسواق الصاخبة، وقبل أن تحتجب وجوه نساء خلف البرقع كانت تعيش هنا نسوة يهوديات ورجالهن وأبناؤهم. هذه هي حارة اليهود، لم يبق فيها ما يوحي بأنها كانت يهودية ذات زمن. ولعل الشاهد الأبرز على رحلة اليهود عبر هذه المنطقة هو مقام الفيلسوف والحاخام موسى ابن ميمون القرطبي، الذي جمع بين العلوم الدينية الإسلامية في المغرب الأقصى وعلوم التلمود. هنا إذن عاش مصريون من معتنقي الديانة اليهودية. اليهود اللي عاشوا في مصر نوعين، نوع كان موجود منذ زمن سحيق زي ما انت بتقول، واليهود اللي موجودين من زمن سحيق دول كانوا أقصى عدد لهم حوالي 15,000، اللي هي طائفة اليهود القرائيين. إنما معظم الجالية اليهودية في مصر هاجرت مصر
اليهود السفارديم اللي هم كان أصلهم جاي من إسبانيا، دول هاجروا في القرن 19، والهجرة الكبرى جت مع افتتاح قناة السويس، لأن كان في بيزنس وشغل بيقدروا يدخلوا فيه. في القرن 20 بعد الحرب العالمية الأولى، لما ملامح النازية والفاشية ابتدت تبان في أوروبا، ففي بعض اليهود الإشكيناز اللي هم من أوروبا الشرقية معظمهم هاجوا إلى مصر، ودول مجموعة مش كبيرة، إنما كانوا كلهم بروفيشنالز، دكاترة ومحامين وصيادلة بيشتغلوا الجزء ده. فاليهود اللي كانوا عايشين في مصر قرون طويلة دول عددهم قليل ومجموعة قليلة، الأغلبية جت في آخر قرنين بس. الأغلبية والأقلية اختفوا، هذا معبدهم الرئيسي في وسط القاهرة، لم يبق منه سوى جدران ترددت من بينها ذات زمن أصداء قراءات توراتية، ثم صمتت إلى أجل غير مسمى. لكن الصدى اليهودي لم يختفي بالكامل، فببحث بسيط عبر موقع يوتيوب نتأمل في أسماء ظهرت في أفلام مصرية قديمة، شكل بعضها يؤكد أنها لعرب، كليلى مراد بطلة هذا الفيلم، وأخرى اليهود كتوغو مزراحي المخرج. اسمحي لي أقدم لك أولا صديقي فريد بيه. تشرفنا. ده معجب بجمالك أوي. أنا يا هانم أشكرك جدا على الورد اللي... وردة؟ وردة إيه؟ الوردة اللي حدفتها لي. أنا حدفت لك وردة؟ وأنت بتغني مش كنت بتحدفي ورد؟ الواقع لم يكن بهذه الصورة الوردية، فالكثير من المهتمين بتاريخ اليهود في مصر يقولون إن الانفتاح على مختلف الأقوام فضلا عن بعض القيود الاجتماعية المحلية منحت فرص ظهور أكبر لليهود والأجانب. الفتاة عشان تروح التمثيل كانت الأجنبية هنلاقيها كان أسهل في إنها في دخول في مجال التمثيل من الفتاة المصرية المسلمة، فهنلاقي كان في الفترة دي عدد كبير من الأجانب دخلوا إلى السينما. وفي نقطة لازم نقولها، إن مصر ما كانتش بتفرق بين يهودي وبين مسيحي وبين مسلم، السينما كانت مفتوحة للجميع، واللي يقدر يسترجع تاريخ السينما هيلاقي ماري كويني المسيحية اللبنانية، وهيلاقي ليلى مراد اللي كانت يهودية، هيلاقي توجو مصراحي، هيلاقي مجموعات كتيرة، رأي إبراهيم، كل دول كانوا دخلوا في إطار الفن. فما كانش فيه عمر ما كانت بيبصوا في السينما لدين الواحد إيه عشان يشغل. باستثناء ليلى مراد فضلت غالبية محترفي الفن اليهود الرحيل خارج مصر وبشكل خاص إلى إسرائيل عقب قيامها على أرض فلسطين عام 1948. ورغم ما يقال عن إرثهم، فإن بعض المهتمين يقللون من شأن مساهماتهم الفنية. اليهود اشتراكهم الإبداعي في السينما وفي الفن وفي المسرح كان محدود إلى حد كبير، لم يكن يمثل حاجة كبيرة. في الأدب تقريبا ما لهمش دور في الأدب، في الفن التشكيلي كان حاجة ضعيفة جدا وقليلة جدا. اليهود لم يكونوا حاجة مهمة في الفن ولا الثقافة ولا الأدب في مصر، إنما كانوا حاجة مهمة قوي في الاقتصاد المصري. لم يبق من التراث المادي لليهود في مصر سوى مقابر متهالكة ومعابد خالية وكتب دينية متفرقة هنا وهناك وذكريات غطت آلام الصراع الإسرائيلي العربي عليها، رغم أن الروايات الدينية تقول إن اليهود مروا من مصر منذ أن كان الفرعون فيها هو الآمر الناهي. عبد الرحيم الفارسي، سكاي نيوز عربية.